ماش مني؟ فاطمة ماش مني؟ فاطمة والنادي هنا ستوب ماش مني؟ علي حيدو علي قدش الكلاكسون صبير علي يا عقل طيب علي ولا كلشي قدش الطوب ماش مني؟ طوط طوط ماش مني؟ تيران انا وجا التيران ولا ميا قد يجي الزوال قد يجي الغوال قد يجي الدوال ماش مني؟ ماش مني؟ سوي شجر قد يجي الدوز وانا الموالا قد ماش مني؟ صفقات او باش هادي صرجوكي لربي قد ازهر الروانس ولكن قد يغول ووال قد يغول قد ازهر الحال تصاق قد ازهر تعجب الجمهور واحد هذه حسبه خمسه قد تاكويت قد تصاد عجبنا كنقول الجمهور واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه قد عجبنا حليت كما الجمهور اوليدي يمشي تاسطو انا قد ازهر الروانيس راه تكون شي غوص طبيعا خمسه قد تغوص طبيعا مش تغوص نورمال نيش واحد جوج ثلاثة أربعة برافو محمد جود تنمية بدان إماس محمد أجود هذا لا نسقي من تخيوانت أيت ستراتا جبل سفلة لغتا أيت ستراتا ندرار ليزدار رئيس المجلس الجماعي لاتترات الجبل العليا نعم محمد جود يان دياز يشاكي كانت مسيخت تنمر دوش اتي الناس امي غرما امي الحال اتي نجاك يان دغي الحمد لله مرحبا يسونا يتما ديستما اسطن غري التالية تسكير تتسيدت يليك سيليك يناسي في الثامن تخزرونين جناس الحضور الكريم مرحبا يسون كلو كل ترمي تبدانا مصطفى ايت ما ديست مع قيد نغري مصطفى مشكوري امت فارا نسقي من تغيوانت نغدا نائب رئيس المجلس الجماعي لايت سترات الجبل السفلى باش يديك تولفت باش يديك الشهادة التقديرية اي نور الدين الوزاني احمد الوزاني مصطفى مشكوري انتفار نسقي من تخيوانت انا سنتيني تنمي بجاي تشيخ في الكاس اللي تسكرت باش يديني تفوق لرادة تمقرانت تفوق لي عزام سي مصطفى قد اختيات يلوال قد اختينيت ميدي كباين جي جدود ميدي كباين يايت الجمعة الغداء ايت نسقي من تخيوانت اولا يمشكوري مصطفى نائب رئيس الجماعة يا انتالي الطرالي نكرر التسلا يا المنسق محمد خليل البطل المغربي باشا انجراس تطغى تيسورا المان لهنا التطفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده باسمي وباسماء باسمي وباسماء اعضاء المجلس الجماعي لايت ستراج جبل سفلى ارحب اولا بالبطل المغربي ابن بومندات السيد محمد خليل الذي شرفنا وشرف جماعتنا بهذه الامسيه الرياضيه الفنيه وبتحطيمه ان شاء الله الرقم القياسي الرقم القياسي في تراب هذه الجماعة كل شيء يرحب بك كل شيء يبتسم ويبتهج فرحا بقدومك كل شيء يمنق عبارات الترحيب ويسوق كلمات الحب لوجودك كل شيء ينتظر مشاركتك وإبداعاتك
كل شيء يردد حياك الله ووفقك أيها البطل. مرحبا بكل من شرفنا بحضوره، ولا أنسى أن أشكر السلطات المحلية، قائد قيادة أيدس درات جبل سفلى، رئيس دائرة بومندات